بالنسبه للزلزال الاخير، زلزال 8 شو تنبير او زلزال الاطلس الكبير، كانت له اثار وخيمه على كل الاقاليم المنتميه لهذا المجال التاريخي اللي هو الاطلس الكبير او ادرارندرن. من بين هذه المناطق اللي كان الاثار ديال الزلزال فيها كبير، مدينه تارودانت بل واقليم تارودانت بصفه عامه. لذلك فبالاضافه للاضرار البشريه والاضرار على مستوى البنيات وعلى مستوى البنايات وعلى مستوى القرى الاطلسيه التي دمر البعض منها عن اخره، فان المعالم التاريخيه والمباني الاثريه باقليم تارودانت وبمدينه تارودانت لم تسلم من هذه الهزه العنيفه التي ضربت هذه المنطقه. فبطبيعة الحال هنالك كثير من المعالم تضررت، سواء المعالم القروية اللي منها الحصون القروية، منها المخازن الجماعية إيغودار بكثير من مناطق الإقليم وبعض المساجد العتيقة، كلها تضررت. ولكن الضرر كان واضحا في المعالم الأكثر أهمية والتي تقع بمدينة تارودانت. من ضمن هذه المعالم التي تضررت في المدينة نجد عددا من الأحياء العتيقة كدربقة ودرب كسيمة ودرب الجزارة، التي هي أحياء عتيقة ولا لا تزال تتضمن نسيجا واسعا من البناء الترابي الذي لم يصمد أمام هذه الهزات الزلزالية والهزات الارتدادية التي تلتها. من بين المعالم كذلك نجد صومعة الجامع الكبير التي انهدم جزءها العلوي، أي القسم العلوي المعروف بالعزري والذي يتضمن الجامور، وهو نفس ما حدث بالنسبة لصومعة القصبة، صومعة مسجد القصبة التاريخي كذلك. هنالك كذلك بعض المعالم كدار البارود التي تشققت الكثير من جدرانها وانهدم ثلث برجها العلوي الكبير الذي كان يشرف على المدينة. ولعل بالغ الأضرار التي تتطلب تدخلا عاجلا وتتطلب خبرة واسعة ودراسة متأنية قبلها التدخل هي أسوار المدينة. فأسوار تارودانت لا تخفى على أحد أهميتها التاريخية وأهميتها التراثية وأهميتها كما يشير علماء الآثار كمتحف قائم لتقنيات البناء الترابي بشمال إفريقيا عبر العصور. ميزة هذه الأسوار أنها إنجاز جماعي لكل الدول المتعاقبة على حكم المغرب، منذ القبائل الأمازيغية القديمة التي تشير المصادر إلى أن المدينة في عهدها كانت بها نوع من التحصينات ولو أننا لا نعلم شكلها ولا حجمها، ومرورا بالعصر المرابطي الذي ذكرت فيه الأسوار في مصادره بشكل صريح، ذكرت الأسوار وذكرت التحصينات، إلى العهد الموحد الذي وصف مؤرخوه أسوار مدينة تارودانت، ثم إلى عهد المارينيين فعهد السعديين الذين جددوا هذه الأسوار وأحاطوها بجدار دفاع خارجي، إلى عهد الدولة العلوية التي خصصت مستفاد الكثير من مرافق الأوقاف لإصلاح وترميم أسوار تارودانت، وأشرف ملوكها على إعادة بناء الأجزاء المتهدمة. لذلك في هذا السور أهميته التاريخية تكمن في كونه إنجازا جماعيا لمختلف الدول التي حكمت المغرب، على عكس باقي أسوار المدن التي تنسب لدولة معينة من الدول. لذلك جاءت هندسة هذا السور متراكبة، فيتضمن في أصله ثلاثة جدران متراكبة، وكل جدار ينتمي إلى فترة تاريخية مختلفة. لذلك فهو معلمة تاريخية ينبغي الانتباه إليها والاهتمام بها كثيرا وإيلاؤها كثيرا من العناية نظرا لتفرده في هذه العناصر التي ذكرت. هذه الأسوار تضررت كثيرا من الزلزال الأخير، فالأجزاء التي كانت أعيد بناؤها في فترات مختلفة، فترات تاريخية مختلفة، الكثير منها انهدم وبعض أبراجها انهارت. ويظهر حجم الضرر في الجزء الصلبي
المتبقي والمحيط بالقصبة والذي يعتبر نموذجا لصمود هذه الأسوار، فلم تنل منه عوامل الدهر ولم تنل منه الحصارات العسكرية ولا عوامل المناخ ولا أشياء كثيرة إلى أن وصل هذا الزلزال، فاعترته الكثير من الشقوق ومن التصدعات، بل إن كثيرا من أبراجه انفلتت عن باقي السور وخرجت عن هيكله في درجة ميلان تهدد بسقوطها إلى بعض أبوابه التاريخية، ومنها باب القصبة أو الباب السلطاني الذي نقف أمامه والذي تبدو عليه آثار خراب الزلزال واضحة جلية للعيان. وهذه الآثار التي أو التصدعات والتشققات التي أحدثها الزلزال خطورتها في كونها تهيئ السور أثناء كل هزة ارتدادية إلى توسع هذه الشقوق، وهو ما قد يهدد بانهيار أجزاء أخرى من السور. كما أنه لا ينبغي أن ننسى أننا على مشارف فصول أو فصل الأمطار، ونعلم أن البناء الترابي آفته هو التعرض للأمطار، خصوصا عندما تتخلله شقوق وتصدعات. فهذه التصدعات وهذه الشقوق خطيرة كانت أم أقل خطورة، هي مرشحة للازدياد وللتوسع وللدفع بالأبراج وأجزاء من السور نحو الانهدام عندما تتشبع بمياه الأمطار. لذلك فلا بد من الانتباه إلى هذه المسألة، ولا بد من التعجل في التدخل المعقلا، لأن العجلة أحيانا قد تأتي بأفعال غير مدروسة. نحن نأمل أن تكون كل تدخلات في السور أن تكون مدروسة وأن تكون معدة بعناية وأن تكون مستعجلة للوقاية من المآل الذي قد يؤول إليه هذا السور عندما تتساقط أمطار الخريف وأمطار فصل الشتاء القادم، والتي نتمنى أن تجود فيها السماء، ولكن في نفس الوقت نتمنى أن نتقي أثرها على هذه المعلمة التاريخية التي إن سقطت أجزاؤها فلا يمكن أن تعوض، نظرا لكل الخصائص التاريخية والأثرية التي ذكرتها سالفاً.